نحن لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولا مترددين. لو كنا خائفين كنا وقفنا على الجبهة. ما الأمريكان هددونا، واجوا الفرنسيين بلغونا رسائل طويلة عريضة، والإنجليز والألمان، وما بقي حدا. هل توقفنا؟ هل تراجعنا؟ هل ترددنا؟ أبدا. من يفكر في الحرب معنا بكلمة واحدة سيندم إن شاء الله. الحرب معنا ستكون مكلفة جدا جدا جدا. إذا كنا حتى الآن نداري الوضع اللبناني والمصالح الوطنية اللبنانية، فإذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح الوطنية اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير بدون ضوابط. فيما يتعلق بالحادثة أمس، المقاومة وعدت، وإن كانت في ظروف مختلفة، لم تكن هناك حرب وتغيير في كثير من معادلات الصراع، ولكن هذا لن يغير من الوعد شيئا. الجريمة أمس هي جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها، والأمر لا يحتاج إلى الكثير من الكلام. وكما قلنا في بيان حزب الله أمس، هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب.